يوم راه فطرت بالرضا وتغديت بالرضا وتعشيت بالرضا، جيب ليها البارح ولكن ما صبراتش عليها، قالت ضروري نحلها. صوبت لكم الشفنج ديال الدار، ما كيشرب لا زيت لا والو، شوفوا كيفاش كيجي رائع واعر. انتما كيفاش كيكون من الداخل؟ السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول العمر. اليوم غادي نشارك معكم هذه العجانه اللي وصلتني من وادوكس، غادي نصوب بها الشفنج والخبز وكيكه صحيه بالقمح وبلا سكر. اول حاجه وصلتني العجانه البارح ومحليتها مع الوالده، حيت الوالده ما وقفه، قالت لك ضروري سي محلها. جاتني من وادوكس، دايرين ليها عرض خاص بالاسم ديالي، يعني اي واحد غيتصل بهم غيقول لهم جيت من طرف سيمو غيخلوها ليه غير ب 779 درهم زائد 20 درهم ديال التوصيل، وهي في الاصل كانت ب 26، يعني 1299 درهم. هي 26 كانت في الاول، ولكن دابا داروا ليها غير 779، ولكن اي واحد غيتصل بهم غيقول لهم من طرف سيمو غيعطوه هاد سباتول البيضاء كتكون معاها، اما الاخرى من طرف ديالي، يعني كادو من عند سيمو. هذيك غادي يخلوها لكم 779 ويعطوكم معها سباتول جوج ماشي غير وحده. وبالنسبه للاناء ديالها كيهز 5 لتر ديال الماء، اما الدقيق كتهز لكم من كيلو الى كيلو ونص. اما اللومبالاج بلا ما نهضر عليه، راك شوف بعينيكم كيدير، ديرون في كارطونه والفرشي ومقادين داكشي والميكا، ما تخافوا من والو. هاي جبت لها عجانه، اليوم انا فطرت بالرضا وتغديت بالرضا وتعشيت بالرضا، جبت لها البارح ولكن ما صبراتش عليها، قالت ضروري نحلها. قلت لها ولكن قلت لها حتى الغدا ونشاركوها مع المتتبعين العزاز ديالنا، ولكن راه عجبتها بزاف، راه فرحات فرحات واحد الدرجه كبيره. وبقات غير كترضيع عليا النهار كامل، قالت لي الوالده جبتي عجانه وربي يسهل عليك، وصراحه هنيتها. دابا غتولد فيكم مع الصباح وتعجن لينا خبيزات، واخا ما نكونش انا تعجن فيها، يعني غنعلمها ونتعاون، مره نكون انا العجان ومره هي تعجن عادي، وما كديرش الصوت، يعني مع الصباح واخا نكونوا ناعسين هي تعجن لي العجين وتخليها تخمر وانا نفيق نقرصها. بحال دابا تهنا شمسي بنات شي حاجه تصوبوا وما كتسمع لا صوت لا والو. انا اليوم غنجرب معكم فيها الشفنج والخبز ونقول لكم كيفاش كتخدم وكيفاش هذاك الشيء، راه زوين وحق الله وصغير وما كتاخذش بلاصه. شوفوا فين جات، درتها في هذا البلاصه هانتوما، يعني اش تشوفوا معايا درتها هنا، هي فين كديرها ما كتبقاش في البلاصه، ديري لها واحد ديري لها حنور تشوف ديري لها تحت، شوفوا ديري لها تحت، ديري لها هذا شوم، يعني كتبقى في بلاصه ما كتململش. ها ما جا قربوا تشوفوا هادو الشوم، داري لهم هادو ونسيت، اما الموتور فيه 1000 واط، يعني شي حاجه مجهده. اما هاد الغطاء نسيت ما وريتوش لكم، ضروري كيكون مع العجانه كديروه باش الدقيق ما يتلاحش فين تكونوا تعجنوا. ودابا غادي نصوب معكم الشفنج تحت طلب المتتبعين الاعزاز. كنستعمل هذه اللي كنعجنوا بها الشفنج وكنعجنوا بها بريوش، يعني عجينه كتكون خفيفه. اما العجينه ديال الخبز غنوريكم كيفاش غادي نعجنها، كديروا الاناء وكتدوروه ضروري. اما هذه راه كادو من عند سيمو، هذه اي واحد غيتصل بهم ويقول لهم جيت من طرف سيمو غيخلوها لي غير ب 779 درهم، وغيعطوها هاك السباتول فابور. اما البيضه كتعطاها مع هذيك، انا كنوريكم يعني شي حاجه زوينه، انا ما كذبش عليكم راه فرحان بزاف. هنا خديت نص كيلو ديال الدقيق الابيض، تقريبا 5 الكيسان قياس كاس عنبة، معلقه ديال خميره الخبز تكون ممسوحه، هنا نص معلقه صغيره ديال السكر باش الشفنج ديالكم ما يتخطفش اللون ديالو ويجيكم باش ما يجيش معجن من الوسط، تبعوا غير هاد الخطوات. كنديروا الاناء ديالنا وكنديروا هذه دغيا كتصوب، انا غنوريكم في الفيديو. صافي كديروها بحال هكاك طق كتصوب، كنديروا كاس الاول ديال الماء يكون دافي، وكنزيد الكاس الثاني وكندير على الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. حيت العجينة الشفنج خفيفة وخا نديروها حتى على الربعة ماشي مشكل. أما الدقيق ما تفوتوش كيلو ونص
باش الموتور ديالكم ما يخسرش وما تلحش لكم العجينه. صافي الدركات دغيا عشوب عجينه الشمس كانت كتعذب لي في اليد، كنبقى ندير الموم كندلك حلوشيه. بالنسبه لهذه ما كتخليش العجينه تلاح، ها هي شوفوا العجينه تلاحت ولكن بقات لداخل بهذه كتحمي ان العجينه ما تلحش لكم على هنا. بالنسبه للخبز كديروه على الواحد ولا الجوج، اما الشمس واخا نديروه، اما الشفنج راه خفيفه العجينه ديالته واخا نديرو على 3 ولا 4 ماشي مشكل. وسمعوا الصوت، سمعوا الصوت ما مجهدش بزاف، يعني ما مشيش الصوت بحال العجينه اللي كنعرفو، العجينه اللي كنعرفو الصوت ديالهم مجهد بزاف. عادي شنو فرحان بزاف دابا تهديت بالعجينه وقاش ندلك، صافي غنولي ندير العجينه معاكم هنا. بعد ما دلكات 4 دقائق حتى 5 دقائق كنزيد شويه الملحه ونص كاس ديال الماء، يعني جوج كيسان ونص ديال الماء. دغيا ها شو اجي قربوا معايا تشوف، صافي كنديروا بحال هكا، ها هي كنحيدوا هذه، نحيدوا هذه كنديروا نطلعوا بحال هكا الفوق وندوروا ها شو ها صافي ونخليوها تخمر هنا. صافي كندورها بحال هكا، هي كتكون يعني ما كتحرك لا والو حتى الدوران بحال هكا. اما عجينه الشفنج كتكون بحال عجينه بوشيير، ما ديروهاش مطلوقه بزاف وما تكونش عاقده بزاف، عاديه بين وبين بحال بوشيير، غير كنمسح هاد العجانه بطورشو ناشف وكنخليها. دابا نخلي الشفنج يخمر وغادي حيت ما نضيعش الوقت نمشي نجفف الدروج حيت خصنا ضروري نجفوه كل سيمانه ولا غير جحالته حاله. بالنسبه للدروج كل سيمانه كنغسلو ضروري، انا نغسلو انا ولا اسماعيل واحد فينا في الدراري. اول حاجه كنشطرو باش في ديال الماء ما يبقاش لاصق ليا هنايا في القناه. كندوز الشطابه هي الاولى ضروري باش هذاك التراب ما يبقاش في ديك القنيتات، في ندير الماء ما نضيعش الماء بزاف. صافي غادي تحيدوا التراب دغيا غادي تسيقوا، اللي خليتوا هذاك التراب غادي يعذبكم في التجفاف. كنضرب حتى للفوق تمايا وصافي كنبقى نجفف من الفوق حتى لتحت، كنرش هنا غير صابون البلدي، كندير صابون البلدي ها هو وريته لكم، وكندير الماء وشويه ديال التيد وعادة كنحك بالشطابة باش الليموزيك يخرج. حنا راه ما كنجفو يعني ما كنسيقوش كل نهار، بس عيب باش انك تسيق كل نهار، كنخلو مرة في السيمانة وعادة كنسيقو، مرة انا مرة اسماعيل. هنا راه ضربت من التسيقة من الفوق حتى لتحت وحكيت هاد البلاصة مزيان حيت هادي اللي كندخلو منها الباب ديال الدار، يعني كتكون الغبرة ديال الزنقة كاملة كتولي هنايا. دابا راه جبت الماء وبديتو جابي حتى لتحت الدروج اللي تحتها، غادي نزيد دابا غندير الكرافه والماء وغادي نكرر وصافي سالينا دغيا. ما بغاش نكثر الماء بزاف، كثرت الماء بزاف نلقى النهار كامل وانا نحك، هادشي علاش غير شويه ديال الماء. هادشي اللي كاين غنوريكم الشارع، شوف الشارع هانتوما صافي هنا الباب ديال الدار. ايوا بقاو معايا السطل الاول درت فيه غير صابون البلدي والتيد وحكيت به، اما هذا السطل الثاني هو اللي درته صافي ما زدت والو، هذا هو اللي شللت به الدروج. كندير بالكراطه وهنا كنشد غير السطل نص طن نعمرو وكندير فيه هذاك الجفاف وكنبقى نشف وندير ثاني كروه. هنا الشفنج راه خمر كنخرج منه داك الهواء ضروري، غير انا مشات لي هذه اللقطه كصافي الحجم ديالو كيتضاعف، ولكن فين كنديروا ليدينا كيهبط نخرج منه الهواء. كنشد مقله نعمرها بالزيت ومقلة ندير فيها غير شوية ديال الزيت، ضروري من الماء يكون حدايا. كناخد قريصة بحال هكا وكنتقبها باليدي وكنحطها في المقيلة ما فيهاش الزيت بزاف حتى تبان ليا تنفخات وحمرات غير شوية من التحت، ولي حمرة غير شوية من التحت وكنحطها في الزيت، وكندير بشي قطيب ولا شي بحال هكا كيما كندير أنايا. هادوك اللي درتهم في الزيت غنوريكم الوقتات خاصكم تقلبوه. اول حاجه كندير الشفنج ديالي في هاد الزويته القليله ها هو وكنخليه يطيب، تيبان ليا غير حمار شويه من التحت وكنقلبو، يعني كنلوحو في المقله ديال الزيت ها هو يبان لكم حمار من تمايا، هذه كانت في الزيت، كانت في الزيت المقله الكبيره. صافي كنقلبو ها هو حمار من التحت كتقلبو. دابا العشرة قل قسمين، يعني فقت مع الثمانية، عجنت الشفنج وخليته يخمر ومشيت سيقت عاد رجعت طيبت الشفنج، يعني فطرنا مع الصباح راه وقتنا هو هذا. هنا راه الشفنج بحسن المال ديال الزنقة بألف درجة، غير جربوه. صوبت لكم الشفنج ديال الدار ما كيشرب لا زيت لا والو، شوفوا كيفاش كيجي رائع
واعر في العجانه اللي جاتني. دابا غنولي ديما نصوب لهم الشفنج حيت عندي العجانه وغادي نبرعهم بالشحيوات. هاي هذا الضيف الجديد هذا رحبوا به. هذا دابا غيولي عندنا ضيف جديد ديما في الكوزينه ان شاء الله بحول الله، وغنصوب به شحيوات بزاف والشفنج راه ناجح طريقه مضبوطه. بغيت غير نوريكم راه كاينين فيها جوج الوان، هاد البيضه من الطرف ديالي داير لها 779 وهاد الكحله زايده ب 40 درهم يعني 820 درهم. هنا مشيت تقلبت عليها في بلايص اخرين لقيتها دايرين لها 1000 درهم، لا بالكحل ولا بالبيض لا في جوميه، يعني هذيك اللي انا وادوكس اللي تعاملت معاهم دايرين لها غير 779 يعني هميزه. واما سباتول اي واحد غيتصل بهم يقول لهم من طرف السيما ويعطوها لي فابور. نشوف الشفنج تبارك الله شريتي ولا طيب الله يحفظك. انا نجيبو اتاي دابا وانتم معانا، نشوف نقرب ليهم فؤاد حياتي على السفنج. صافي دابا غنفطروا الفطور ديالنا هو هذا، غادي نوريكم من الداخل كيفاش كيكون، انتم كيفاش كيكون من الداخل. شو كيجي رائع بزاف. شوفوا الشفنج كيفاش جا من الوسط، ما فيه لا زيت، يعني الزويته ديال الدار، العجينه ناجحه، المكونات ديالها متوفره في اي دار، وما نقولش لكم على المذاق اللي جا فيه ومفشفش. تقولوا عاجنينه بالخميره البلديه وحنا دايرين فيه غير الخميره العاديه. شوفوا شحال مخرج كما كنقولوا حنايا ومفشفش. بالنسبه للشفنج راه جا واعر بزاف، راه شفتوا كيفاش جا ناجح 100%، يعني جا زوين في العجانه. دابا غادي ندوز نصوب الخبز، تقريبا فيه القمح اكثر من الفورس. بالنسبه للعجانه كتهز كيلو ونص ديال الدقيق و5 لتر ديال الماء، انا غادي ندير تقريبا دابا كيلو وشي حاجه. هنا غنصوب معكم خبيزات زوينين، كتشدوا كيلو ديال الدقيق مخلط ما بين فينو والقمح، وغادي ندير غير كاس ديال الدقيق الابيض، يعني في المجموع عندي كيلو و100 غرام ديال الدقيق اللي درت هنايا، وهي يمكن لكم ديروا فيها كيلو ونص ما تفوتوش باش تحافظوا على الموتور وما تلحش لكم العجينه وتبقى يعني تحافظوا عليها مده طويله. هنا كناخذ معلقه كبيره ديال الجنجلان ومعلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه ديال السكر وكندير الماء. بالنسبه للاناء ديالها شتو كيدير، عريض ماشي طويل. علاش داروه عريض؟ باش العجينه او الدقيق ما يبقاش لكم من التحت واحل، وكنديروها على الواحد حتى تجمع لنا العجينه. فين كتجمع لنا العجينه كنديروها على الجوج وكنخلوها تدلك تقريبا 5 دقائق. هنا درت الملحه وغنخليها تدلك دقيقه وحده ونسكت عليها. صافي دابا تعجنات غادي نحط عليها. هنا صافي راه تعجنات مزيان تقريبا 6 دقائق، ودابا غنوريكم الاناء. شوفوا ما بقاش الدقيق لتحت، يعني كلها تعجنات. هنا خليتها تقريبا نصف ساعه او 15 دقيقه راه خمرات تبارك الله، خمرات وما خليتهاش تخمر بزاف، كانت غتخرج ليا من هنا. هادشي علاش غادي نحبس عليها دابا. غادي نخرج منها هذاك الهواء اللي فيها ونديرهم قريسات كبار صغار كيف ما بغيتو نتوما. انا درت هادو راه جاو صحيين وزوينين. ما بغيتوش ديروا ديك المعلقه السكر يمكن ليكم، وغاش ديروا الدقيق الابيض يمكن ليكم، تحتفظوا غير بالقمح. عجنتهم وخليتهم يرتاحوا غير جوج دقائق، عاد قرصتهم باش يجوني مقادين ما يجونيش عوجين. اللي قرصتهم مباشره غادي يجوكم عوجين، ما كتقرصهمش بزاف حتى يجوا قاصحين، لا قرصهم بين وبين مرقاق مغلاض. وغادي نخليهم يخمروا تقريبا 15 دقيقه، غادي نتكهم بهذيك الفورشيت او المعلقه، نسخن الفران مسبقا غير ندخلهم ما نحلش عليهم بحال الكيكه، حتى يبان يتنفخوا طابو عادي يمكن لي نحل عليهم. هنا راه حركت وحده تحرقات لي خبزه، ولكن ماشي مشكل جاو زوينين ما تحرقاتش بزاف غير شويه. ها هو الخبز كيفاش جا رائع، هذه اللي تحرقات قلت لكم ناري قفرتها. صافي الخبز راه طاب، غادي نقطعو معاكم وغنوريكم كيفاش كيبان من الوسط وشحال رطب، يعني رطب واحد الدرجه كثيره ودلك دلك مزيان. ها انتم كيفاش كي مخدوم، يعني اشوفوا بعينيكم غيبان لكم النتيجه. صافي راه تغدينا قبيله وارتاحيت وقضيت اغراض كيف العاده، كنقضي الاغراض ديولي وعاد دابا كنا جالسين مع علينا بينا وعيطوا علينا العائله قال غدا مع الصباح غادي يشوفوا الوالده وغادي يفطروا معنا. صافي انا غنمشي دابا نوجد لهم كيكه ضروري في هاد العجانه. هاي دابا ولا عندي المساند الرسمي هو هاد العجينه، غادي نشد البيض ونخلطهم مزيان وندير واحد السكيكه اقتصاديه. بقاو معايا غنمشي للحانوت دابا نتقدى لها ونجي بغيت تشوفوا معايا نديكم. يلا معايا. الله الجو مبرد اليوم ما كايناش الحراره، ها هي الدار ديالنا كاينه هنا
صافي هذا السيكشور ديالنا الحومه كما كنقولوا. انتم الاجواء في المغرب بالنسبه للجاليه المغربيه، مرحبا بكم. هيا هذه المدرسه اللي قلت لكم غادي نقري فيها وليداتي ان شاء الله بحول الله. خديت غير الحليب، عندي كل شيء في الدار، عندي يعني كشي كامل اللي خاصني. نسيت البيض، غنمشي نجيبو دابا ورجع. شوف شكون اللي كتسنى فيا، ميمي. اجبش حطيت البيض، كنت غادي ننساه. صافي جيت من الحانوت، غادي ندير معكم كيكه زوينه ان شاء الله بحول الله، صحيه غير بالتمر وما فيهاش نهائي الحلاوه. شوفوا المول اللي شريت معكم، غنجربوا معكم اليوم ان شاء الله بحول الله. باش نقول لكم واش زوين اللي كان زوين شروه، اللي ما كانش زوين نقول لكم لا ما تشروه. خديت كاز ديال التمر تما تقريبا 5 دراهم، التمر هذاك المعسل يعني الرطب، وجوج كيسان ديال الحليب يكونوا دافين. بغيتو ديروا عصير الليمون يمكن لكم. كنطحنهم في هذا الميكسور اللي جاني حتى هو من وادوكس، هذا شاركته معاكم والثمن ديالو زوين بزاف. عندي 3 البيضات ما يكونوش باردين، كنديرهم في العجانه وكنديرهم على الواحد ولا جوج ولا 3 حتى الربعة ولا 5، حيت هذه ماشي عجينه قاصحه، انا غير بيض غادي نطربوا غير البيض وغادي نصبوا فيه كيكه. كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الزيت، وهذاك الخليط اللي طحنت كان خويه دفعات صافي، وكنخليها نخلطها مزيان. هنا خديت جوج كيسان ديال القمح مغربل ما فيش النخاله، درت جوج كيسان وزدت نص كاس، يعني جوج كيسان ونص ديال القمح، جوج خمارات وقبيسه ديال الملحه، وكنعاود نشعل عليها مازال على جوج 3 اللي بغيتو، نص كاس ديال الكاوكاو مهرمش ومحمر. بغيتو ديروا اللوز يمكن ليكم، بغيتو ديروا الكوك يمكن ليكم، لكم الاختيار. كندهن هاد المول اللي شريته ب260، صراحه زوين بزاف. كندير فيه القمح ضروري، بوز شويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا هاد الكيكه، وكنخويها نهز لي يدي فوق ونخويها، ندخلها في الفران يكون بارد مده 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. هنا راه قديت الميال ديال الفران حيت مايل شويه. قبيله كتبغى نصوب لكم السمان بالشعريه الصينيه والطون، ما كاينش فلفله، ما بغيتش نمشي للمارشي ونجيبها. الوالد قلت لي راه ما كاينش فلفله، ويجيب لي فلفله حمراء وفلفله خضراء. الله يخلي فيا ويخلي لكم الامهات ديالكم والاباء ديالكم ويطول في عمرهم. والنعناع والربيع ومعدود قال لك غدا صوب المسمن، وغدا ان شاء الله بحول الله نصوبو ونشاركو معاكم شي مسمنات يكونوا زوينين بحال درت كيكة الطيب والعنب، شدوه وغسلوه داروه في الماء بارد وكياكلوه خبيزة وحدايا. الكيكة بعد ما طابت خدات لي تقريبا 40 دقيقة، كنشعلوا عليها غير من التحت حتى طيب من التحت، ونشعلوا عليها من الفوق على عافيه مهيله والفران يكون بارد. شديت هنا العسل، اللي كان عندكم العسل الحر من الاحسن، انا درت غير العسل العادي وشويه ديال الكوك. هاي الكيكه ديالتنا صحيه، بغيتو ديروا فوق العسل يمكن لكم، اللي كان عندكم العسل الحر راه غتجي واعره بزاف وغتجي صحيه 100%. اللي ما كانش عندكم العسل الحر ديروا غير الكونفيتير ولا العسل العادي اللي متوفر عندكم. شوفوا كيفاش كتجي طالعه، وما نقولش لكم على المذاق اللي فيها، يعني انا فايت ديما كنديرها، راه معتمده عندي ومصورها في القناه، يعني دير لها فيديو. الكوك يجي معاها رائع، وتديروا فوقها اللوز اللي متوفر عندكم. صافي دابا غنخليها حتى تبرد وندخلها نغطيها ونخليها على برا، ما تدخلوهاش الثلاجه، دخلتو الثلاجه كتنشف. ونقول لكم الساعه دابا شحال، دابا الساعه 12:02. صافي دابا ساليت، غدا غادي نقسمها ونوريها لكم. كنقول لكم السلام عليكم، نتمنى الفيديو عجبكم ونتمنى هاد لاماشين اللي شاركت معكم دابا ولات فرد من العائله ديالتنا، يعني حتى هي غادي تولي ديما تبان معكم فيديوهات حيت غادي نستعملها ان شاء الله بحول الله. وهذا الشيء اشوف انا الاهم عندي انني فرحت الوالده وجبت لها داكشي اللي كيعجبها، ومن شحال هذه وهي كتبغي ماكينه عجانه انا جبتها لها الحمد لله. وبغيت ربي يفرحكم ويعطيكم ما تمنيتو في خاطركم، ديروا في بالكم راكم عزاز بزاف. بالسلام عليكم. خديت لكم الراحه، الناس رجعوا عندنا وفطروا، وهنا وريتكم كيفاش جات واعره بزاف. بالسلام عليكم.